السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موزب بقناة العلوم، هذا الفيديو غادي نتكلموا فيه على التساؤلات اللي جات في المجموعة ديال الفيسبوك المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنية الصحة. هاد التساؤلات جات كالتالي: يعني النوع وسنة البكالوريا المطلوبة للترشيح للمعهد، السن الأول للمعهد، العتبة قبول في الانتقال الأولي، اختيار الشعبة والمعهد، التخصصات التي يمكن أصحاب البكالوريا العلمية والأدبية اختيارها، الحي الجامعي. إذا قبل ما نبدأ الإجابة على التساؤلات هذه، دعمونا بالإعجاب، تعليقات تحفيزية للتشجيع، بارتج الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة ويستفيد الكل، وفي الأخير اشتركوا معنا في القناة باش نكبروا العائلة ديالنا إن شاء الله. إذا نوع البكالوريا، سواء بكالوريا عادية يعني عن التلاميذ اللي قراو في التعليم العمومي أو التعليم الخاص، وكذلك أصحاب بكالوريا حرة عندهم الحق باش يترشحوا لهذا المعهد. البكالوريا المطلوبة كذلك هي بكالوريا ديال 2000، السنة الماضية 2021، والسنة الحالية 2022، بكالوريا علمية وبكالوريا أدبية كذلك عندهم الحق يترشحوا لهذا المعهد. إذا السن لولوج المعهد، لا وجود لشرط السن، ما كاين حد الساعة، ما كاين حتى شرط على السن. كيفما بيكون السن ديالك عندك الحق باش ترشح تقرا تولج لهذا المعهد. هذا أثناء عملية التسجيل، أثناء عملية التسجيل نختار المسلك، يعني عندنا اختيار في مسلك واحد وبالتالي اختيار في شعبة واحدة. إذا ما عنديش الحق باش نترشح بزاف شعاب في عدة المعاهد. أصلا الموقع تسمح ليك باش تختار شعبة واحدة. إذا من تختار شعبة واحدة المعهد تختار تلقائيا، يعني أنا ما تنختارش المعهد، المعهد تختار تلقائيا حسب فين شديت أنا البكالوريا ديالي، أش من أكاديمية تابع ليها. ولكن كاين حالات لأن يمكن لي نختار شعبة ويخرج لي المعهد اللي أنا ما تابع ليش، يعني المعهد بعيد على مقر السكنة ديالي وبعيد على الأكاديمية اللي اخترت فيها، اللي شديت فيها أنا البكالوريا. غادي نشوف واحد المثال. فمثلا إلا اخترنا المسلك ديال الترويض وإعادة التأهيل في هاد الشعاب، هاد جوج شعاب هادو، كاين مقوم البصر، مصحح النطق، نفساني، حركة الترويض بالعمل. هادو إلا اخترتو هاد المسلك واخترتو هاد إحدى هاد الشعاب هادو، راه غادي تقراو في المعهد ديال الرباط. إلا نتوما اختاريتو وضع أجهزة استقبال استبدال الأعضاء، غادي يخرج لكم مراكش، لأنه هو الوحيد اللي فيه هاد الشعبة هادي. نشوفو المسلك ديال تقنية الصحة، كاين فيه الحمية والتغذية، الشعبة ديال الحمية والتغذية والإحصائيات الصحية، هاد الجوج هادو كاينين في الرباط، هاد الجوج تخصصات كاينين في الرباط. أما صيانة المعدات الطبية كاين فاش؟ في الدار البيضاء. إذا بالنسبة لهاد الشعب هادو اللي كاينين في معهد واحد، إذا إلا كان الطالب عليه كتير راه غادي تكون العتبة كبيرة. إذا النقطة ما بين 25% ديال الوطني زائد 25% ديال الجهوي هتكون مرتفعة، لأن التخصصات كاينين في معهد واحد. إذا جميع المدن ديال يعني أو جميع المترشحين ديال جميع المدن اللي كاينين في المغرب تدفعوا لهاد المعهد هذا، يعني اللي اختاروا هاد إحدى هاد الشعب هادو غادي يخرج لهم إحدى هاد المعاهد هادو. اتفقنا؟ إذا يديروا فرصهم بأن العتبة غادي تكون طالعة. إلا دزنا واحد المثال آخر، فمثلا شعبة محضر في الصيدلة، هادو كاينين في جوج ديال المعاهد. دزنا من معهد واحد شعبة كاينة في معهد واحد، دزنا شعبة كاينة في جوج ديال المعاهد. فمثلا محدد في الصيدلة قلنا كاين في الدار البيضاء، المعهد ديال الدار البيضاء والمعهد ديال الرباط، المعهد ديال الدار البيضاء ها هما المدن اللي تابعين ليه. إذا كاين سيدي بن نور، الحي الحسني، درب السلطان، إلا أو السرد، سمارة، السزاك، طنطان. بالنسبة للمعهد ديال الرباط كاين رباط سالة، صخيرة، تمارة،
حتى تنصلوا توريد جرسيف. بالنسبة لشعبة الصحة والبيئة، كاين في جوج كذلك في جوج ديال المعاهد اللي هما الدار البيضاء والرباط. بالنسبة كذلك الدار البيضاء راه كاين في سيدي يعني المدن اللي تابعين ليه، يعني سيدي البرنوسي، الحي الحسني، درب السلطان، الفداء، تنصلو أصا الزاك، طنطان. بالنسبة للمعاهد ديال الرباط، تبدا من الرباط، سالا، وتقراو هاد المدن كاملين تتوصلو كرسيف باش تعرفوا اين هو المعاد الذي خرج لكم. اذا بلا ما انه الواحد يعي راسو، راه ملي تختار الشعبه، يختار المسلك، تختار الشعبه اللي بغا، راه تلقائيا غادي يخرج ليه المعاد، لان داكشي مقسم على حسب التوزيع الجغرافي، يعني داخل في السيستم ديال الموقع. اذا زدنا مثلا الشعبه ديال شعبه المساعد الاجتماعي، كاين في 4 ديال المدن، كاين في اكادير، الرباط، فاس، يمكن عفوا مراكش. اذا ها هما او المدن اللي تابعين ليه. اذا الواحد بلا ما يهرس راسو راه غادي يخرج ليه تلقائيا المعهد اللي غادي يقرا فيه. كذلك بالنسبه للشعبه الادبيه، راه عندهم هاد شعبه المساعد الاجتماعي، تشاركوهم الشعاب العلميه، زائد كاينين في 4 المدن، اذا يعرفوا بانهم راه العتبه غادي تكون طالعه بالنسبه ليهم، يديروها في البال. اذا يقدر توصل من 14 لفوق، 13 لفوق. بالنسبه للاختيارات ديال الشعاب ديال التمريضيه بالنسبه للبكالوريا علميه او ادبيه، هما هادو. عندنا العلاجات التمريضيه، كاينين هاد الشعاب هادو، ممرض متعدد التخصصات، ممرض في التخدير والانعاش، ممرض في الصحه النفسيه، ممرض في العلاجات الاستعجاليه والعنايه المركزيه، ممرض في الصحه الاسريه والصحه الجماعيه، ممرض في علاجات المواليد. هادو كاملين هادو شكون هما اللي تترشحوا ليهم؟ هما علوم تجريبيه بما فيها علوم فيزياء، علوم الحياه والارض، العلوم الزراعيه، وكذلك علوم الرياضيات. الاختبار ديال الكتابي هيدوز في علوم الحياه والارض واللغه الفرنسيه. بالنسبه لتقنيات الصحه، تقنيات الصحه فيها المختبر، الأشعة، الحمية والتغذية، محضر في الصيدلة، الصحة والبيئة، وصيانة المعدات الطبية. هادو هما تقنيات الصحة. شكون هما مثلا المختبر؟ هادو كلهم بعداك اللي يمكن يترشح ليهم هما علوم تجريبية مع علوم رياضية. وهنا في هادي ديال صيانة المعدات البيوطبية، هنا تزادوا علوم تكنولوجيا، اللي عنده بكالوريا في العلوم التكنولوجيات راه غادي يدفع يختار صيانة المعدات البيوطبية، عنده تخصص واحد اللي عنده. اذا غادي يعرف بان جميع ربوع المملكة التلاميذ اللي عندهم بكالوريا في علوم التكنولوجيات غادي يختاروا هذه، اذا العتبة غادي تكون طالعة. بالنسبه للمختبر غادي يدوزو في الكتابي، الكيمياء، واللغه الفرنسيه. بالنسبه للاشعه غيدوزو في الفيزياء واللغه الفرنسيه. بالنسبه للحميه والتغذيه غيدوزو في العلوم الحياه والارض واللغه الفرنسيه. مختبر في الصيدله غادي يدوزو في الكيمياء واللغه الفرنسيه. الصحه والبيئه غادي يدوزو في علوم الحياه والارض واللغه الفرنسيه. صيانه المعدات البيوطبيه غادي يدوزو في الفيزياء واللغه الفرنسيه. بالنسبه لهذه المذكره ديال 2020، راه كاين واحد التخصص ديال الاحصائيات الصحيه اللي تقبلوا فيها بكالوريا علوم تجريبيه، علوم رياضيه، علوم الاقتصاد والتسيير. يعني هنا باك علوم الاقتصاد والتسيير غادي يديروا الاحصائيات الصحيه، عندهم اختيار واحد، يعني غادي يعرفوا بانهم العتبه غادي تكون طالعه، لانه كاين تخصص وحيد في المعهد ديال الرباط، وتيشاركوهم العلوم التجريبيه والعلوم الرياضيه، وغادي يدوزوا في الرياضيات، الاختبار الكتابي في الرياضيات واللغه الفرنسيه. اذا من هاد السنه هادي ديال 2022 2023 خصنا نقراو المذكره اللي غادي تخرج، ونشوفوا التخصصات اللي كاين، حيت يقدر يتحذف فيهم شي تخصص ما يخرجش هاد العام. بالنسبه للترويض واعاده التاهيل، كاين فيها مقوم البصر اللي عندهم التخصصات اللي يمكن يترشح ليهم هو علوم تجريبية وعلوم رياضية، وتيدوزو في الفيزياء واللغة الفرنسية. بالنسبة لمصحح النطق والنفساني حركي، شكون اللي تيدفع ليهم؟ علوم تجريبية وعلوم رياضية، الآداب العصرية، يعني هنا صاحب الآداب، التخصصات الأدبية
غيتبعوا المصحح النطق او نفساني حركي. ولكن الاشكال عاوتاني غادي يدوزو فاش في الكتابي في العلوم الحياة والارض واللغة الفرنسية، يعني خصو يبذل مجهود باش انه يقرا لعلوم الحياة والارض، راه ما قاريينهاش هما، زائد انهم تشاركوهم علوم تجريبية وعلوم رياضية، يعني غادي يعرفوا بان العتبة ديالهم كذلك غتكون طالعة. فهاد التخصصات بحيث عندهم هما 4 تخصصات، كاين الترويض الطبي، كاين هادو علوم تجريبية علوم رياضية، بكالوريا علوم تجريبية علوم رياضية، هما اللي عندهم الحق باش يدفعوا لهاد التخصص هذا، تيدوزو في الفيزياء واللغة الفرنسية. بالنسبة لي كاين تخصصات اخرين اللي يمكن لهم يدفع لهم اصحاب الادبيين، يعني كاين الترويض بالعمل تشاركوهم علوم تجريبية علوم رياضية، هاي تخصص ادبي، ومساعد اجتماعي كذلك تيدفع لهم اصحاب الادبيين والعلوم التجريبية. هي بالنسبة للترويض بالعمل تيدوزو في العلوم الحياة والأرض واللغة الفرنسية. بالنسبة للمساعد الاجتماعي راه عنده هذا التخصصات اللي قريب ليهم كاع في الكتابي، لأن قراو الفلسفة هيدوزو في الفلسفة وعلم الاجتماع واللغة الفرنسية. وفي الأخير كاين القابلة للبكالوريا اللي يمكن يدفع ليها هما أصحاب البكالوريا علوم تجريبية علوم رياضية، تيدوزو في الامتحان الكتابي علوم الحياة والأرض واللغة الفرنسية. إذن هذا الطابلو هذا تيبين لكم العدد ديال يعني المترشحين لكل تخصص، وكذلك التوزيع الجغرافي ديال المدن والمعاهد. نعطيكم واحد المثال، مثلا واحد خدا بكالوريا في أكادير، نحاول نكبروا شوية الصورة، واحد اختار بكالوريا واحد عفوا خدا بكالوريا في أكادير، ياك، وبيترشح لممرض متعدد التخصصات، وبيدير تيزنيت مثلا او قلمي باش يتهز. مثلا جاب داك 12 وقال ندفع لهادو تيزنيت تكون فيهم العتبة ضعيفة، يعني النقطة طايحة، اذا ما عندوش الحق انه يتختار هادو، لأن الموقع غادي يختار ليه أكادير لأنه تابع ليه. فهمنا في هاد النقطة هادي، يعني هنا هادو أعداد ديال شحال غادي يبغيو في كل تخصص، 60 مثلا في مثلا ديال الرباط غادي يبغيو 60 ممرض متعدد في التخصصات، غادي يهزو منه في الأخير 60، وقدر هاد 60 تغير، يقدر يهزو مثلا غير 50، يعني هذا تيعطيوك هنا الماكس ديال انه الحد الاقصى ديال عدد الطلبه اللي غادي يولجوا لهاد التخصص. هادو كاينه 30، كاينه 25، كاينه 25، بحال مثلا الترويض في الاعمال بغاو غير 15، فهنايا بغاو 20 في ديال وجده. هنا ديرو توقف الفيديو وشوفوا بالتمعن هاد التقسيمات ديال التخصصات ديال التمريضية، وكذلك العدد اللي طالبين. بالنسبة للعتبة غادي نعطيكم هاد المثال، هذا غادي يتغير، يعني من يقدر يتزاد العتبة او يقدر تنقص. ناخدو اي واحد مثال، مثلا انفيرمي بوليفالون، يعني ممرض متعدد التخصصات، اللي يعني المترشحين اللي دوزو الامتحان الكتابي كانت عندهم النقطة من 13.20 حتى 14. ناخدو مثال آخر، مثال آخر انفيرمي اون انستيزي اي ريانيماسيون، يعني المترشحين اللي تختاروا باش يدوزو الكتابي يعني من 16.40 حتى 17. اذا لهنا العتبه طالعه بزاف. وتقراو هاد المهم، هادي ادنى نقطه هما اللي كاينه على اليسار. اي واحد ملاحظه اخرى بانه المدن الكبار بحال مثلا اكادير، مراكش، الرباط، هنا تيكونوا مدن كبار، تيكونوا عدد التلاميذ اللي قراو البكالوريا كتار، وتيكونوا النقاط طالعين، او يقدر مثلا النقطه ديال 13 كاينه بزاف كثيره، داكشي اللي عتبه مثلا ديال واحد التخصص اللي كان مثلا العام اللي فات يتهز على 12، يقدر هذا العام يتهز على 13.
يعني ما غاديش يوصلوا داك العتبه ديال 12. يعني مثلا باش تعرفوا العتبه كيفاش توصلوا ليها، يعني بحال مثلا بغينا ناخذ مثال، مثلا بغينا في هذا الممرض في التخدير والانعاش بينا غير 30، غادي يهزو مثلا 10 اضعاف، غادي يهزو 301 باش يدوزو الكتابي، غادي يهزو واحد 301 باش يدوزو الكتابي. هاد 301 غادي تشوفوا الناس اللي دفعوا ليها، وهادي كلاسيو النقاط ديال 25% ديال الجهوي، 75% ديال الوطني، هادي كلاسيو النقاط كاملين يرتبوهم من بعد، اللي بداو من الفوق من النقطة الكبيرة ونازلين حتى يوصلوا 301 ويحبسوا. يعني يقدر يحبس عند، يعني يقدر يحبس عند 13، او يحبس عند 12، او يحبس عند 10 11، فهمنا؟ يعني الواحد يحاول يختار التخصص اللي يناسب بالنقطة ديالو. حتى بالنسبة لصحاب هنا كذلك راه كاين واحد التوزيع هذا على حسب كل مدينة وشحال النقطة، آخر نقطة تهز فيها المترشح. ناخدو مثال بحال مثلا هذا ممرض متعدد التخصص في أكادير، آخر نقطة يعني النقطة القليلة هي 1390، يعني بدات من 1390 لفوق. نشوف مثال آخر بحال مثلا بني ملال، هزو على 11.77، يعني من 11.77 كاين واحد مترشح، المترشحين كاع نقولو عندهم 11.77 تهزو للفوق. بحال مثلا كلميم عندهم 10.50. طب بالنسبة صحاب بكالوري اللي عندهم 10 ما بين الجهوي والوطني، اللي عندهم 10 أو 11 أو 12 يحاولوا يختاروا هادو اللي في الإطار بالأحمر، ممرض في الصحة النفسية، ممرض في الصحة الأسرية والصحة الجماعية، ممرض في العلاجات والمواليد والأطفال، في علاجات المواليد والأطفال، القبالة. هاد 4 تخصصات اللي عنده ما بين الجهوي الوطني 10 11 12 يحاول يدفع يختار هادو من هاد 4 هادو، لأن غالبا يقدر يتختار فيه. وصحاب بكالوريا أصحاب اللي عندهم النقطة ديال 10 راه احتمال ضعيف باش يتهز، يحاول انه العام الجاي يدير بكالوريا حرة ويدوز البكالوريا حرة ويجيب، يحاول يجيب شي نقطة مزيانة وعندو الحق ديك الساعة يدفع بكالوريا حرة. وعندو عاوتاني احتمال انه العام الجاي عاوتاني هادو بكالوريا 2022 وعندهم النقطة ما بين الجهوي والوطني 10، راه عندهم الحق يدفعو العام الجاي، يجربو عاوتاني حظهم، ولكن ما ينساوش يديرو بكالوريا حرة ويخدموها مزيان ويجيبوا نقطة مزيانة ويدفعوا بها. إذن بالنسبة للمعهد راه الدراسة فيه 3 سنين، بالنسبة للمعهد الدراسة فيه 3 سنوات، تحصل فيها يعني الطالب على شهادة الإجازة اللي تقول ليه الولوج إلى مجال التمريض اللي تخدم به بالسلم 10. السلم 10 يعني الصالير ديالو تيبدا من 5000، زائد انه في التمريض عندهم امتيازات اخرى هي التعويضات عن يعني المخاطر، تزادهم فوق ديك 5000 تزادهم، يعني الصالير ديالهم تيطلع ب 5000 وشي حاجه او 6000، زائد انه على حسب المناطق، كاين يعني المناطق A B C، يعني هذوك اللي خدامين في القراوي ماشي هما اللي خدامين في المدن، ربما تزادهم شي 100 درهم، ومع المده كل عام تزادوك في الرتب، وما حتى يتزادوك في الرتب تيتزادوك في الصالير، مثلا من رتبة 1 لجوج جوج ثلاثة ثلاثة أربعة، وقيل الله أعلم تيتزادو يديك تقريبا 100 درهم. ولكن في الرتب ديال 6 ولا 7، في الرتب ديال 6 ولا 7 يقدر تزادك 2500 درهم. وكاين عاوتاني ملي توصل واحد عدد السنوات، إما تحتاج الامتحان باش ترقى السلم 10، أو أنك تدخل الطابلو ديال الترقية بالاختيار. نعطيكم مثال، مثلا في التعليم من تيدوز واحد 6 سنين من تيخدم، يعني الموظف واحد 6 سنين ديال الخدمة ديالو في التعليم، تيكون عنده الحق باش انه يدفع يعمر ويدوز الامتحان ديال الكفاءة. من تيدوز هذا الامتحان هذا من تيدوز هذا الامتحان هذا الا نجح فيه تيدوز لسلم 11، الا ما نجحش يعاود العام الجاي يدفع. من تيوصل ديك 10 سنين سنة ديال الخدمة يقدر تيدخل
تيعمر عاوتاني باش يدخل الجدول ديال الترقيب الاختيار، تتكلاسا مع تترتب مع دوك الناس اللي دافعين، ولا وصلت النوبة راه بلا ما يدوز امتحان، ولا وصلت النوبة راه تيدوز السلم 11، او انه يقدر واخا دخل الطابلو يقدر يدفع انه الامتحان يجرب حدو عاود تاني باش الا نجح تيدوز ديريكت، او الا ما نجح اصلا داخل الجدول حتى تيدوز السلم 11. بنوريكم هنا واحد في الجريدة الرسمية بعض المهام ديال التخصصات اللي يقدر تحتاجها. مثلا هنا كاين ممرض في متعدد الاختصاصات، ممرض في التشخيص، في عفوا ممرض في التخدير والإنعاش. مثلا اشنا هو الخدمة ديالو؟ هي القيام بأعمال التخدير أو الإنعاش للمريض تحت المسؤولية الطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش وإشرافه المباشر. هنا كاين عاوتاني ممرض في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة، ممرض في علاج المواليد والأطفال. أشنا هما المهام ديالو؟ تقديم العلاجات وقائية وشفائية أو ملطفة بالمعاناة لفائدة الأطفال والمواليد والخدج، تقديم الرعاية الصحية الشاملة للأطفال الأصحاء والمرضى وحديثي الولادة والخدج عفوا والخدج الموجودين في حالة استقرار أو في حالة حرجة أو ضعف، ومتابعة هؤلاء الأطفال لإدماجهم في محيطهم الأسري. إذا هاد المهام ديالهم يقدر تحتاجهم في الشفوي، يعني في الامتحان ديال الشفوي إلا سولكم شنو المهام ديال الممرض في العلاجات المواليد والأطفال. كاين عاوتاني ممرض في الصحة الأسرية والصحة الجماعية، المساهمة في تحديد احتياجات الساكنة من المساعدات المرتبطة بالصحة الأسرية والصحة الجماعية للساكنة، وكذا تحديد المشاكل التي تعاني منها، المساهمة في إعداد برامج ومشاريع مجتمعية تتعلق بصحة الأسرة والصحة الجماعية من أجل الحفاظ على الصحة وترسيخ آليات الوقاية من الأمراض. هادو ما كاينينش. هادو كاين عاوتاني إطار تقني يقدر توقفوا الفيديو وتشوفوا بتمعن هاد التخصصات. هادو ممرض في الصحة النفسية. إذا كاين عاوتاني محضر في الصيدلة، نقدر نكبروا شوية الصورة باش تبان لكم وتوقفوا الفيديو باش تقراوا على خاطركم. ممرض في عفوا متخصص في الحمية والتغذية، تقديم نصائح في التغذية، المساهمة في التربية وإعادة التأهيل الغذائي للمرضى المصابين باضطرابات الأيض أو التغذية عن طريق إعداد نظام للحمية شخصي وتربية غذائية مناسبة. مثلا تقني في المختبر، القيام بإنجاز التحاليل البيولوجية الطبية في مختبر للتحاليل. محضر في الصيدلة، القيام بإعداد بعض المستحضرات الصيدلانية، المشاركة في عمليات صنع الأدوية وبيعها بالجملة وتسليمها. إذا نقدر ديرو توقيف للفيديو وتقراو هاد المهام هادو اللي يقدر تحتاجوهم في اختبار شفوي. إذا بالنسبة واحد النقطة أخرى، الحي الجامعي. بالنسبة للحي الجامعي إذا راه عند الحق لهادو اللي نجحوا في المعهد ديال المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنية الصحة، راه عندهم الحق يولجوا للحي الجامعي. إذا من يخرج السيت ديال الحي الجامعي كل شيء يتسجل فيه، وعلى حسب الشروط اللي واضعين هما، الا تهز فيه راه غادي يمشي ليه واخا خرج ليه هذا المعهد، لانه لو زادوا انه يعني الطلبه ديال المعهد العالي لمهن التمريض وتقنية الصحه عندهم الحق باش دوك اللي تتوفروا فيهم الشروط انهم يولجوا للحي الجامعي. اذا كي تحل السيت ديال الحي الجامعي الواحد يتسجل فيه، ديك الساعه الا خرج ليه راه غادي يدوز باش انه يسكن فيه. اللي ما خرج ليه غادي يشوف كيما تيديروا الاخوان يكريم مع الطلبه. هنا تنوصلوا لنهايه الفيديو، في فيديو اخر ان شاء الله.